السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول: لو سمحت، هل في مشكلة لو أنا شغال على ريفت وباقي الفريق بتاعي شغال بالأوتوكاد؟ لأن دخلت مشروع فيه 3 مهندسين شغالين بالأوتوكاد. طبعا شفت الفيديوهات بتاعتك اللي بيحاول فيها من الريفت للأوتوكاد، يعني شغال بالريفت عادي. اه ما فيش أي مشكلة خالص، أنا هشتغل بالريفت عادي وبقية الناس شغالة بالأوتوكاد، بس كده ما بقاش بيم كامل. يعني في حاجة اسمها ليتل بيم وفي حاجة اسمها بيج بيم. عشان نترجم من الموضوع دوت، قريت كتاب كامل تقريبا مش فاكر 400 صفحة حاجة زي كده، اسمه بيج بيم ليتل بيم. بيج بيم يعني بيم ذو قدرات فائقة، صفات كاملة من البيم، انما ليتل بيم يعني في حاجة ناقصة. بمعنى ايه؟ ايه الحاجة الناقصة ديت؟ ممكن تكون مثلا الكهروميكانيكال مش شغالين بيم، بس معماري وانشاء شغال كويس. طب انا فقدت ايه؟ فقدت فكرة الكلاشات، وفي جزء من الحصر مش مظبوط. بس يعني خلينا نقول ايه، نص العمى ولا العمى كله. اغلب الشركات بتبدا انها تشتغل معماري بيم، وبعد فتره بيبدا يخش الانشائي، وبعد كده في الاخر بيبدا الام اي بي متاخر شويه. فمفيش مشكله لو انا قدرت تاخد الخطوه دي. دي خطوه احسن من ان انا استنى ان الناس كلها تبدا تتحول. ابدا انت وخليك انت سابق، وهتلاقي الناس بتستمتع بانها شايفك بتعمل حاجه كويسه ويقلدوك ويبداوا يعملوا زيك. فمفيش اي مشكله خالص. انا لما بدات اشتغل كنت انا لوحدي اللي شغال بيم، وممكن نقول مشروع مطلوب مني كاد اخلصه بيم، واروح مسافر كويت واديه لهم كاد واوريهم بس كام صوره كده معموله 3D، فيعجبهم ويبداوا يفكروا في الموضوع.